أكدت سعادة السيدة فاطمة عباس رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل في مجلس النواب أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات نتج عنها الخروج بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم 20 لعام 2019. وشددت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة على أهمية ذلك التقرير في توفير الرعاية الأكثر إصلاحا للأطفال. إن هذا القانون الذي أحيل إلى مجلس الشورى يستمد أهميته الكبيرة في موضوعه وهو الطفل، حيث يقر إجراءات العدالة الإصلاحية للطفل بهدف توفير الرعاية الأكثر إصلاحاً للأطفال، بما يساعد على تقويم سلوكهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم أفراداً إيجابيين. فحقنا كمجتمع أن يتوافر كل ما يمكن أن يكون عاملاً مسانداً للتعامل مع جنوح الأحداث والمساهمة المؤثرة في إصلاحهم وتأهيلهم. من الأمور المهمة التي يتضمنها المشروع عدة أمور أعمدة أساسية، وهو الدور المهم للأسرة وانطلاقها من المسؤولية المشتركة في رعاية الناشئة. كذلك القانون يشمل الأطفال الذين تمت محاكمتهم من خلال لجنة قضائية تختص بالنظر في طلبات الاستبدال العقوبة، وكذلك يتضمن إنشاء محكمتين متخصصتين للأطفال تتوالي النظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأطفال.